ثاني أهم مسبب لوفيات الشباب في العالم من أبرز أسباب الوفاة عند الأطفال، خسائرها سنوياً تقدر بمئات مليارات الدولارات عالمياً، سبب إصابة أو عجز أكثر من 50 مليون شخص سنوياً حول العالم، بسببها ازداد عدد الوفيات عالمياً وخاصة في البلدان النامية، هذه ليست مجرد أرقام بل هي إحصائيات رسمية عن منظمات عالمية لحوادث المرور. لذلك شكلت هذه الحوادث المروريه هاجسا للمجتمعات مما دعا منظمه الامم المتحده الى تحديد الرابع من ايار يوما للمرور العالمي ليشكل فرصه متجدده للدعوه الى الالتزام بالقواعد المروريه والتذكير بالخسائر الفادحه الناتجه عن هذه الحوادث هل استطاعت اداره المرور في سوريا ان تحقق السلامه المروريه وتطبق قواعد المرور بالمستوى المطلوب وما دور الاسره والمدرسه في نشر التوعيه المروريه لدى الاطفال للحديث عن السلامة المرورية وقواعدها في اليوم العالمي للمرور وأسبوع المرور العربي تحت شعار الأمل بالوعي والالتزام يسرنا أن يكون معنا سيادة العقيد أنس الحسين رئيس قسم العمليات في فرع مرور دمشق والدكتور مصطفى الحسون الموجه الأول لمادة اللغة العربية في وزارة التربية أهلا وسهلا فيكم وكل عام وأنتم بألف خير أهلا وسهلا فيكم <applause> <صلت الله. تصفيق> <applause> مشاهدينا فاصل وبنرجع <applause> يساعد أوقاتكم عن جديد آه، يعني بمناسبة اليوم العالمي للمرور ونحن بكل عام تعودنا على شعار لليوم العالمي للمرور شعارنا لهذا العام رح يكون الأمل بالوعي والالتزام صح. نحكي شوي بالبداية عن مضمون هذا الشعار آه، طبعا يحتفل العالم أجمع في كل عام في الرابع من أيار بيوم خصصوه للمرور للتنبيه لأخطار هذا المرفق الكبير أو لسوء استخدام هذا المرفق الهام للنتائج الكارثيه التي تنجم عن الاستهانه بهذا المرفق للتنبيه لخطوره الحوادث التي تقع على الطرق والتي تتسبب بالاف او مئات الالاف من الوفيات والاصابات التي تتسبب بكوارث كبيره اقتصاديه تؤثر بشكل عام في غالبيه الدول على الناتج القومي لهذه الدول. آه طبعا آه تم تبني في عام 1969 تم تبني يوم للمرور العالمي وتنبهت له الدول العربية في عام 1972 إذ تم تبني يوم المرور العربي وفي عام 1981 تم تبني أسبوع المرور العربي من أربعة إلى عشرة أيام آه شعارنا هذا العام الأمل بالوعي والالتزام إذ نعول نحن في وزاره الداخليه وفي اداره المرور على النهوض في الوعي المروري لمواطنينا بشكل عام ولأطفالنا في الدرجه الاولى اذ نكرس لهم او نركز على الاطفال في هذا العام للنهوض بالوعي المروري للوصول للسلامه المروريه التي نتمناها دائما من خلال عملنا اليومي نتمناها دائما لجميع ابناء ابنائنا لجميع اطفالنا لجميع مواطنينا أكيد نتمنى السلامة المرورية دائما للجميع، إذا بدنا نحكي سيادة العقيد عن الواقع المروري بسوريا يلي نحن عايشينه اليوم، هل نحن بواقع مروري سليم أم تواجهنا بعض المشاكل والعقبات؟ حقيقة لا تخلو دائما كل عمل لا يخلو من مشاكل وعقبات ولكن إذا أردنا الحديث بشكل منطقي تم يعني شهدت سوريا بالفترات الأخيرة تطورا كبيرا يعني ايجابيا نوعا ما في مجال العمل المروري في مجال السلام المرورية إذ تم تحسين عدد يعني شبكة الطرق المحلية تم تحسين الجسور الأنفاق تم التركيز على الأنفاق الخاصة بالمشاة والجسور الخاصة بالمشاة طبعا بعد الأحداث الأخيرة التي أصابت بلدنا الحبيب سوريا تم التكاتف والتعاون مع كافة الجهات الرسمية لإعادة تأهيل هذه المرافق حقيقة ، إعادة تأهيل الطرق ، إعادة تأهيل الجسور اعاده العمل على فصل حركه السير عن حركه المشاه بشكل عام نقول ان الوضع نحن نسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالعمل المروري في ان شاء الله واكيد دكتور انا دكتور مصطفى اكيد ما بننكر اهميه التربيه بايصال مضامين هامه للطفل وتعويده على الالتزام بالقواعد والمبادئ يلي هي سواء كانت ايجابيه او كانت سلبيه نحن دائما من التربيه بنتعلم كل شيء. بدنا نحكي عن مضمون المناهج التربويه بما يخص السلامه المروريه. طبعا يعني لا شك كما ذكرتي ان وزاره التربيه متداخله مع جميع قطاعات المجتمع. ومن بينها وزارة الداخلية التي تعمل بالتشاركية لتوفير السلامة والحماية لأبناء الطلاب والتلاميذ ولأبناء المجتمع جميعا كون هذا الأمر يتعلق بجميع أبناء المجتمع ولكن نذكر بشكل خاص يعني الأطفال والناشئة الأطفال الذين هم عرضة لهذه الحوادث نتيجة اللاوعي أو نتيجة طيش الآخر والشباب الذين قد يكونون نتيجة طيشهم هم بالذات يعني من خلال أمور سوف تعرض ربما في سياق الحلقة من خلال يعني اجراءات ووسائل يقوم بها الشباب بطرق يعني غير مرورية او غير سليمة ان كان في السيارات او الدراجات تؤدي الى حوادث خاصة بهم وحوادث خاصة بالغير. صحيح. بالنسبة <applause> لوزارة التربية قد لا يكون هناك في المناهج المدرسية مادة خاصة عن السلامة المرورية لكنها مبثوثة في كل مناحي المناهج. ان كان المناهج بها المناهج الدراسي الرسمي او المتممات لهذه المناهج من خلال الانشطه الاثرائيه تماما والامور الاخرى الانشطه اللاصفيه وفي كل مدرسه هناك بحسب المرحله لجنه تسمى لجنه الوعي المروري او السلامه المروريه التي تعمل جنب الى جنب مع المعلم المناوب مع المشرف على الانشطه اللاصفيه لتتضافر جميع الجهود من اجل تامين سلامه الابناء سيما التلاميذ في المراحل المبكره بعبور الشارع وذلك بحسب طبيعة المدرسة أو المنطقة التي تكون فيها المدرسة وحركة المرور والسير من حولها أكيد نحن دائما بحاجة لتضافر جهود بين المدرسة وبين البيت وبين حتى أي وسيلة من وسائل التربية في عنا تقرير عن الحوادث المرورية خلينا نشوفه ونرجع من اخطر المشكلات التي يواجهها المجتمع لما تتركه من اضرار نفسيه واجتماعيه الحوادث المروريه وهي الحوادث التي تقع بسبب اصطدام مركبه بمركبه اخرى او مركبه بانسان او بجسم ثابت ويتراوح تصنيف الحوادث المروريه بين الشديده والمتوسطه والخفيفه وتخلف هذه الحوادث خسائر ماديه وبشريه قد تصل الى حالات الوفاه وقد اظهرت احصائيات منظمه الصحه العالميه ان حوادث السير تتسبب سنويا بمقتل اكثر من مليون شخص وقد أصبح ملزما لكل المجتمعات أن تولي اهتماما كبيرا لحل هذه المشكلة ومحاولة الحد منها، ويتطلب ذلك تكاتف جهات عدة منها الأسرة، المدرسة، والدولة، كما يتوجب على سائقي المركبات أن يتفهموا. ان كبار السن والاطفال هم الاكثر حاجه للتمهل اثناء قطع الشارع وبالتالي عليهم ان يصبروا والا يسرعوا فكما يقال في التاني السلامه وفي العجله الندامه اكيد في التاني سلامه وفي العجله ندامه هذا الشعار اللي تعودنا عليه من نحن وصغار يعني فعلا متأكيد. الحوادث المروريه هي ممكن تاثر مو بس ماديا حتى ممكن تاثر صحيا وجسديا يعني بعد ما يوقع الحادث هو يمكن عباره عن ثواني بس بعد ما يوقع ما عاد من الثانيه الحادث هو اجزاء من الثانيه نحن في آه دراستنا الحوادث المروريه نحدث نحدد عناصر الحادث او مراحل الحادث المروري باجزاء من الثانيه اجزاء من الثانيه طب اذا بدنا نحكي عن مفهوم السلامه المروريه سياده العقيد احكي لنا عن مفهوم السلامه المروريه بالمفهوم العام او بالمفهوم الواسع السلامه المروريه هي تبني كافه الخطط والبرامج واللوائح المروريه والاجراءات الوقائيه للحد من وقوع الحوادث المروريه وضمان سلامه المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وعلى أمن البلد ومقوماته البشرية والاقتصادية هذا مم. مفهوم السلامة المرورية بشكل عام أه، تعتمد السلام المرورية أو عناصر السلام المرورية هي ثلاث عناصر الطريق المركبة العنصر البشري تماما العنصر البشري هو ما نعول عليه في موضوع الوعي المروري والتوعية المروري والحملات التي نقوم بها من خلالكم ومن خلال باقي مؤسسات التي نتعاون معها وزاره التربيه ووزاره الاوقاف والمؤسسات المجتمعيه اذ نقوم باستهداف العنصر البشري في هذه العناصر لنقوم برفع وعيه المروري للوصول لما نصبو اليه. تماما طبعا في السائق او العنصر البشري يجب ان يتحلى بعده صفات مثل الوعي العقل سلامه الحواس آه، الاحساس بالمسؤوليه وايضا الاهتمام بالمركبه حتى يكون آه مؤهلا ليكون آه سائقا لهذه المركبه تماما ولتجنب ايضا الحوادث لتجنب المروري. الحادث المروري الذي آه قد يؤدي او يسبب كوارث كبيره آه، طبعا المسؤوليه التشاركية في السلامه المروريه هي الاساس دائما نحن نقول السلامة المرورية هي مسؤولية تشاركية إذ يشترك فيها جميع مستخدمي الطريق ليس فقط مسؤولية السائق أيضا كل مستخدمي الطريق من مشاة اللي بيكون عم يمشي بالطريق ركاب أو اللي بيكون عم يمشي العامة عم. أو فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع هي مسؤولية تشاركية السائق عليه جزء من المسؤولية مستخدم الطريق أو عابر الطريق أو المشاة عليهم جزء أيضا من المسؤولية فدائما نحن نتوجه بالتوعيه او نتوجه دائما في من خلال حملاتنا او برامجنا لجميع مستخدمي الطريق وليس فقط السائقين صحيح هو الاهم انه عدم التعويل على الاخرين بموضوع السلامة المروريه بالتأكيد يعني دائما بالتأكيد. اللي بيكون عم بيقطع الشارع لازم ما يحسب حساب انه هي السياره اللي ماشيه بسرعه انه هي لحالها توقف او انه حتى اللي بيكون أكيد. ماشي لازم يحسب حسابه انه حدا يخطف من قدامه فورا صحيح بسرعة. دائما وهي حالي اصبحت شائعه صحيح وصرنا نمشي ونحن نستخدم الهاتف النقال كانه اصبح جزء من من حياتنا صحيح هو يمكن اكثر مسبب للحوادث آه المروريه حاليا لاحظة. هل هون بدنا نحكي دكتور أنا الدكتور مصطفى عن موضوع جدا مهم هو البيت الاول يلي بينشا منه الطفل يلي هو الاسره دائما بيتعود منا جميع المبادئ والعادات وال واي شيء ممكن ببلش من الاسره خلينا نحكي عن موضوع التوعيه المروريه بالنسبه للاسره كيف الاسره بتقدر تغرس بنفوس ابنائها توعيه مروريه سليمه منذ الصغر؟ يعني هي مساله مشتركه بين الاسره وبين وسائل التوعيه في المجتمع تماما يعني أن الاسره هي البيت الاول ونحن نعول دائما على الوعي الذاتي، الوعي الذاتي هو الاساس بغض النظر عن كل بس حتى هذا الوعي الذاتي لازم ينغرس بنفوس اطفالنا من لما بيكونوا يجب ان يعزز يجب ان تقوم مؤسسات المجتمع بتعزيز هذه الثقافه، بتعزيز هذا الوعي لان يعني الاسره لها الدور الاكبر والابرز يعني الطفل او التلميذ او الناشئ يقضي معظم وقته في منزله مهما كانت يعني يعني المؤسسات الاخرى لها دور في حياته يتواجد فيها ولكن يبقى للنشأة وللمنزل الدور الأبرز والأساس <applause> كثير من الأشياء التي نتحدث عن قانونيتها نجد أن الأمر يعني يمكن أن تلعب الأسرة دور في إنجاحه أو في إفشاله لا يمكن ان تكون عمليات ضبط كامله مهما ادعينا ان كان على ط... يعني على صعيد السلامه المروريه او على صعيد السلامه بشكل عام يعني على سبيل المثال نحن الان يعني في اقتراب من مر... يعني ايام الاعياد الالعاب المفرقعات الالعاب الناريه او حتى البلاستيكيه منها مهما كان هناك عمليات ضبط لابد ان يكون هناك بعض المخالفات فلماذا لا يكون الدور الاساسي للاسره لماذا لا تحمي الاسره ابناء ابنائها وتحمي ابناء الاخرين من الالعاب التي يمكن ان قد تؤدي الى اخطار كثيره نجم عنها. بالقياس ايضا في السلامه المروريه تبقى الاسره هي المرجع الاساسي لتربيه الطفل وتعليمه. ولكن هذه الاسره في حال يعني وجود برامج مجتمعيه تقوم بتوعيه الاسره اولا هذا يكون ايضا امر له كثير من الايجابيات وكثير من النتائج ان تقوم هذه المؤسسات يعني الاعلاميه والثقافيه والتربويه بغرس هذه المبادئ والمفاهيم لدى الأسرة لتقوم بدورها لتكون شريكا بما يسمى المنهج الخفي غير المنهج المدرسي المنهج الخفي مسؤول عنه الأسرة مسؤول عنه الحي الشارع الأقرام وسائل الإعلام وسائل الإعلان كل ما في الحياة من حولنا هو منهج خفي رديف وربما يكون أقوى بكثير من المنهج الرسمي الذي يتعلم الطفل فيه تماما ونرجع بنأكد انه تضافر الجهود بين هالوسائل كلياتها اكيد بيغرس وبينمي الوعي المروري عند اطفالنا، إذا بدنا نحكي عن مرافق المرور سيادة العقيد، شو أهمية مرافق المرور لنشر التوعية المرورية عند جميع الأطفال بشكل عام وعند تلاميذ المدارس بشكل خاص؟ طبعاً في هذا العام قمنا بإجراء تجربة من خلال اللجان، تم تخصيص لجان في فروع المرور بالمحافظات <applause> لجان اعلاميه في جميع المحافظات دخلت هذه اللجان الى المدارس طبعا بالتنسيق مع وزاره التربيه آه كان لها دور كبير في نشر الوعي المروري على مستوى الاطفال والتلاميذ اذ تم من خلالهم آه شرح للاطفال آه ابنائنا التلاميذ آه كيفيه عبور التلاميذ ذهابا وايابا الى المدرسه الى الحديقه الى السوبر ماركت كيف اقوم بالعبور؟ كيفيه استخدامهم للارصفه؟ ما هي الاماكن المخصصه لعبورهم؟ كيفيه ركوبهم وجلوسهم في الباصات او في السيارات، ربط حزام الامان، عدم الاطلال من النوافذ، القيام عدم القيام بحركات قد تلحق بهم الاذى وكانت حقيقه تجربه ناجحه جدا. دائما نحن يعني براينا أن التوعيه المروريه في المدارس يجب ان تكون بمشاركه عنصر المرور يجب ان تكون بمشاركه العاملين في هذا المرفع اكيد ليتم طرح هذه المشاكل بالتواصل المباشر بين التلميذ والاشخاص العاملين ورجال المرور الذين يقومون على تطبيق قانون السير طبعا لجعل العملية التعليمية أو التوعوية في المدارس شيقة نحن يعني نتمنى أن تكون هناك برامج توعوية أو تدرج في المناهج الصفية لأبناء الطلاب في المناهج المدرسية بشكل سنوي وان تخصص لها حصص درسيه, درسية. خاصه للتوعيه المروريه بمشاركتنا بمشاركة العاملين في مرفق المرور اكيد وهون يعني فعلا نحن شفنا بكثير من المدارس انه في انشطه لصفيه عن موضوع التوعيه المروريه وحتى يعني في مدارس مشي طلابها بالطريق لحتى يعلموهم طريقه المشي الصحيح والسليم بالطرقات اذا بدنا نحكي عن المدرسه دور المدرسه بالتوعيه المروريه يعني المدرسه اذا كانت الاسره هي البيت الاول فينا بنعتبر المدرسه هي البيت الثاني خلينا نحكي عن دور المدرسه بالتوعيه المروريه يعني لا شك ان للمدرسه دور كبير في المدرسة جزء من المجتمع يعني المعلم أو المعلمة يتعامل مع أبناء الطلاب ولديه أبناء أيضا في هذا المكان فهو مدفوع بحرص خاص وعام مباشر وغير مباشر في كل حالاته التعليمية لتأمين السلامة والحماية لجميع الأبناء فهنا يأتي عمل المدرسة من خلال التوزيع الإداري ما بين يعني المشيدين النفسيين والاجتماعيين من خلال حصص وأنشطة خاصة بذلك بالاضافه الى عمل المعلمين المناوبين، مه. بالاضافه الى المشرفين الاداريين بحسب مرحله المدرسه، يعني هناك معلم في الحلقات الاولى وهناك مدرس في الحلقه الثانيه او في بيختلفوا عن بعض الثانية. يعني ك... تماما حتى بيختلف المضمون بين كل حلقه والثانيه تماما، ولكن يعني بالنسبه للناشئه دور المدرسه يصبح يعني اضعف من دور الاسره في الحقيقه، يعني الشاب لا يحتاج الى يعني ربما برامج وانشطه، وانما بحاجه الى الوعي وهذا الوعي يمكن ان يغرس بمفاهيم باعمال يعني هي تتشارك فيها الوزاره مع وزاره الداخليه وغيرها من خلال يعني الندوات من خلال الفعاليات حتى في المدرسه من خلال المشاريع يعني المشروعات ايضا قد تكون لها علاقه وعلى تماس بموضوع السلامه المروريه بالاضافه الى ملفات الانجاز بالاضافه الى كثير من الانشطه تقوم المدارس بمعارض خاصه في في هذه الفتره او ربما في غير فترات من السنه نعلم ان هذه الفتره ربما تصادف مراحل يعني امتحانات او استعداد امتحانات للابناء الطلاب، لكن وزاره التربيه يعني دابها منذ بدايه العام الدراسي ان يكون هناك توعيه دائمه لاننا بحاجه الى هذه التوعيه بشكل مستمر صحيح مع العالمي هو يعني كما يقال يعني القاء حجره في المياه الراكده تماما اتمنى ان لا تكون راكده، ولكن السلامه هي مطلب يومي وحياتي وفي كل لحظه من حياتنا، سواء كنا مشاة او سائقي سيارات او سائقي دراجات او تلاميذ وطلاب كل ذلك يعني هذا الاسلوب الاجتماعي يتعاون من اجل الوصول الى السلامه والحمايه التي نرتجيها جميعا اكيد ومن الضروري دائما نذكر بالتوعيه المروريه وبالسلامه المروريه وبقواعد المرور مو بس باليوم العالمي للمرور بجميع تمام. الايام مشاهدينا خلونا نروح لاستطلاع اجرته كاميرا التربويه بحديقه المرور مع تلاميذ مدارسنا وبعض المشرفين طبعا اهميه زياره التلاميذ لحديقه المرور اهميه كثير كبيره كونوا التلاميذ قاموا بنشاط لا صفي نحن متعودين على النشاطات صفية وهذا واحد من ضمن النشاطات اللاصفية اللي بنقوم فيها تعرفنا نحن وماشيين على بعض الشاخصات المرورية الموجودة بالطريق شافوها بعينهم قطعوا الشارع بعد الالتزام بالقواعد اللي طبعا يعني هن اكتسبوها اساسا بالمدرسه شافوا شرطه المرور وهو عم بيقوم بعمله على ارض الواقع تعلموا من اساتذتهم ومن الناس من الماره كيف يقطعوا الشارع بانتظام اجينا على الحديقه مكان واسع آه شافوا فيه كمان أيضاً الشخصات المرورية الموجودة هون آه دلينا هون عليها آه بهدف أنه يعني يكتسبوا هالمهارات وضل معاهم إن شاء الله بعدين هلا نحن بنطبق نشاطات مروريه داخل المدرسه، نشاطات مصغره ونشاطات نظريه وقليل من النشاطات العمليه، فنقوم باحضار حديقه المرور لتنفيذ نشاط حقيقي على ارض الواقع لكي يلاحظ الطالب الحياه العمليه والشاخصات المروريه والاشارات المروريه بشكل عملي. لكي ينفذها ويواكبها بالحياه العمليه هي النشاطات مهمة جدا لانه الطالب اذا اخذ الامور النظرية ومصغرة لا ياخذ الكم الهائل من المعلومات ولكن بشكل عملي في الحديقة او في الشارع او اي مكان اخر يمارسها بشكل عملي وترسخ في ذهنه بشكل كامل وليس جزئي أهمية الزيارة هي تكوين الوعي المروري لدى التلاميذ وتعريفهم على إشارات المرور ودلالاتها وتقديم بعض النصائح والإرشادات بشكل عملي تقريباً هي الفعالية كل بالسنة مرة من منعرفهم عليها ومنطبق من خلال مثل ما حكينا النشاطات اللي بدنا إياها ترشي شو بتستفادوا من زيارتكم للحديقة؟ منكمل التعليم المدرسي ويعني نستفاد كثير منها وقت نجي نستفاد ونطلع على على اللافتات وعلى الشاخصات ونطبق مثلهم بالمدرسه مشان يتعلموا رفقاتنا معنا معنا المشاة ومعنا اشاره المرور اليوم زرنا الحديقه المروريه وكثير انبسطنا ورح نشوف اللافتات والشاخصات ورح نتعلم انه كيف نعبر الطريق مثلا من دون ما يصير فينا اي شيء اول شيء نحن اليوم كثير مبسوطين وثاني شيء آه آه نحن كثير نستفاد من زيارتنا لحديقه المرور نشوف اللافتات اشاره المرور ولازم دائما وقت نقطع الشارع ننتبه على اليمين وعلى اليسار مبسوطه انا كثير 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 حنتعرف على اشاره المرور يعني دكتور مصطفى مثل ما شفنا الاطفال كثير كانوا مبسوطين ومنسجمين ومبسوطين بهذا الشيء اللي عم يعني يعملوا انه عم بيزوروا حديقه المرور ويتعلموا القواعد المروريه للوصول الى وعي مروري سليم لوقت اللي بيكبروا يعني بدنا على الموضوع برايك قديش مهم انه نحن نغرس بنفوس اطفالنا الوعي المروري بهذا العمر وهيك نشاط مثلا كيف بينعكس على نفسياتهم خاصه انه وقت اللي بنعمله بطريقه انه تحببهم فيها تماما يعني في الحقيقه التعلم باللعب والانشطه هو من وسائل التعلم الناجحه التي اثبتت يعني جدارتها وفاعليتها في مراحل التعليم المختلفه، وهذا النشاط كما راينا هذه البراعم الجميله نتمنى لها الحمايه ولجميع اطفال الوطن في حاله من حالات السرور هم كانهم في نزهه الى حديقه وكان هذا اللقاء لقاء يعني استثماريا بشكل نتعرف فيه شاخصات مرور ونكون أيضاً يعني قدوة لزملائنا يعني الأطفال الذين تحدثوا أننا سننقل هذه الخبرة إلى زملائنا في المدرسة حتى على سبيل المشاهدة يعني هذا التقرير عندما يعرض على الشاشات ويراه الأطفال سيكون ملفت للنظر الأطفال لإجراء ما إجراءات هذا التقرير وما هذه الشخصيات وما تحتويه وسيكون حافزا لديهم أيضاً للقيام بزيارة مماثلة كما قام بها أقرانهم فالموضوع إيجابي في كل مناحية و. اتجاهاتي ان كان للطلاب المشاركين وان كان كحاله يعني اعلاميه تشجع ابناء الطلاب على الاهتمام بشخصات ملورية وان تكون هناك تتحول في ذلك يعني الوسائل الى غايات عندما تكون الغايه او الوسيله اننا ناتي الى الحديقه بهدف اللعب والمتعه يكون مرافق لذلك الفائده المرجوه من خلال غرس المفاهيم التي يجب ان يتبناها الابناء الطلاب اكيد كمان بدنا ملاحظتك سياده العقيد على التقرير يلي شفنا وقديش فعلا مهم انه نحن دائما يكون في تعاون بين وزاره التربيه وبين النقل او بين وبين المرور, المرور. بين فرع المرور حقيقه تقرير جميل جدا ومفرح ان نرى ابنائنا الطلاب في هذه السعاده وهم يقومون بتطبيق ما سمعوه وما تعلموه في المدرسه في خلال الجلسات النظريه الحديقة هي مكان لتطبيق أو لمشاهدة ما سمعنا به بشكل عملي بما تعلمناه بشكل نظري أن نراه على أرض الواقع مما يزيد في ترسيخ هذه المعلومات مما يخلق بذرة الوعي لدى أبنائنا التلاميذ قد تؤدي الى الارتقاء بالوعي المروري للمجتمع بشكل عام، هؤلاء هم بذره الوعي المروري التي نعول عليها ان شاء الله. ان شاء الله، طيب اذا بدنا نحكي عن التوعيه المرورية نرجع على التوعية المرورية عند الطلاب بالمدارس، الاهداف المستقبلية لهذه التوعية، هل يعني ممكن وقت اللي بنغرس فعلا بنفوس اطفالنا الوعي المروري من عمر مبكر بنحصد نتائجه الايجابية فيما بعد وقديش هذا الشيء ومن اي عمر نحن بنقدر انه نغرس عند اطفالنا حب او الوعي المروري في الحقيقه هناك لجان عديده يعني تتشارك فيها وزاره التربيه ووزاره الداخليه على صعيد يعني السلامه المروريه على صعيد قضايا عديده تتعلق بالامن والسلامه والحمايه تتشارك فيها وزاره الداخليه مع دوائر في الوزاره منها مثلا شعبه البيئه السكانيه ومنها يعني التي يضم مديريه الاشراف التربوي طبعا بالاضافه الى يعني الاجراءات التي تقوم على ارض الواقع في المدارس، الاذاعه المدرسيه، أه بجالس اولياء الامور التي تعقد في بدايه كل فصل ويكون فيها تركيز كبير على التشاركيه بين الاسره والمدرسه من اجل أه لفت النظر الى هذه القضيه المهمه التي من شانها ان توفر السلامه والحمايه لابناء الطلاب، أه بالاضافه الى الانشطه الكثيره التي يمكن ان تكون هناك يعني أه خلال أه الايام القادمه أو من خلال يعني مقترحات ربما نتمنى أن يكون هناك مسابقات أدبية وشعرية يعني تقوم بها وزارة الداخلية على سبيل المثال بالتشاركية مع وزارة التربية لكتابة قصائد للتوعية المرورية تخاطب فيها الأطفال أو الناشئة مم. ربما يكون هناك أيضا يعني نتمنى أن يكون هناك حيز في مجال الدراما يعني ليس هناك لا نريد أن نقول برامج يعني مخصصة كي نبتعد يعني ربما الأبناء الطلاب أو المشاهد الناشئ يذهب الى الجانب الذي يحقق له المتعه فيكون ذلك مبثوث في ثنايا اعمال ربما فنيه ليس هدفها السلامه المروريه بشكل مباشر لكن انا في سياق اي عمل درامي او فني وان كانت موضوعاته مختلفه تماما عندما اتعرض لقصه شاب ناشئ نتيجه رعونه ما ترك الحسره والالم في نفوس اهله قد يكون ذلك درسا كبيرا للناشئ المتابعين اكثر من الوعظ ومن التعليمات التي اعتاد ان يتلقاها صباح ومساء فاذا هذه التشاركيه بين الوزارات جميعها بين المثقفين ادباء كتاب فنانين كتاب سيناريو كتاب دراما عندما يتم تسليط الضوء على هذه على هذا الجانب وهو الجانب المهم الذي يشغل حيز كبير في حياه كل منا يعني مهما تعددت قطاعات الحياه ما بين صناعي وتجاري وزراعي وثقافي وادبي وفني يبقى المرور عامل مشترك لدى, لدى الجميع الجميع بحاجه صحيح. كما ذكر سيادة العقيد للطريق الجميع بحاجه للمرافق الجميع بحاجه لاستخدام هذه الوسائل والجميع بالنهايه بحاجه ونتمنى ان يكون الجميع ايضا بسلامه وخير فالسلامه هي هدف الجميع الذي يسعى الجميع له بغض النظر عن اخطاء البعض في هذا المجموع الذي قد تتسبب بالحوادث والاخطار والخسائر له ولغيره آه، ذكرت لنا حضرتك انه في عندك قصيده محضره بهذا آه، في التصوص. الحقيقه تماما يعني هي ليست آه، وليده يعني القصيده مكتوبه آه، لفتت نظري اشارات المرور لك الامان معالم للسلامه يا فلان فصنها ان اردت صلاح حال تصنك اذا ركبت كمن يصان بها حفظ النفوس على طريق مخاطرها يحار لها الجنان فقف حيث الوقوف وسر إذاما رأيت السير فيه لك الأمان ولا تعجل فإنك لست تدري بما يخفي لذي عجل زمان وشد حزام أمنك وابتدره حزام الأمن لو تدري ضمان ولا تجعل من الغايات سبقا لمن كانوا أمامك كي يهانوا سلامتك الأساس فرب سبق يجر به على الرجل الهوان وكن حذرا وكن حذرا لدى كل انحراف ولا تخدع وإن فرغ المكان وأعلم بالإنارة ثم بادر إلى سير إذا آن الأوان فعلا كثير حلوه هالقصيده والاحلى من هيك انه وقت اللي بتتوجه فعلا لطلاب المدارس يلي يعني هن اكثر شيء يمكن سياده العقيد بنلاحظ انه طلاب المدارس اكثر شيء معرضين لحوادث المرور يعني وقت اللي بيكون موعد الانصراف بتلاقي الطلاب عم يمشوا يمين ويسار ويلعبوا بالشارع صحيح. وحتى ممكن يلعبوا بالطابه بالشارع بعد ما يطلعوا من المدرسه، بدنا نتعرف منك عن اسباب حوادث المرور، اكثر اسباب حوادث المرور عند طلاب المدارس عند الأطفال بشكل عام طبعا الغاية التي لأجلها نحن نقوم بالتدخل أو بالمشاركة مع وزارة التربية هي حماية أبنائنا الأطفال والتلاميذ من هذه الحوادث الأسباب الأساسية بشكل عام للأطفال نبدأ من السن الأطفال الصغار هي عدم استخدام الكرسي المخصص حسب العمر لجلوس الطفل في المركبه، حقيقة هذا خطر كبير اذ يلجأ بعض الاهالي لوضع الطفل في المقعد الامامي وهذا يسبب خطر كبير على حياة الطفل، يجب استخدام كرسي مخصص للطفل حسب حسب عمره ووضعه في مكان في المركبه المقعد الخلفي يكون فيه حماية اكثر للطفل وخطورة اقل على حياته في حال تعرضوا لحادث لا سمح الله ايضا يجب علينا منع الاطفال من اللعب في الشوارع في الاماكن الغير مخصصه للعب حقيقه عدد كبير من حوادث الدهس سببها انه طفل يلعب طفل في الشارع. عم يلعب من دون ما ينتبه بمكان غير مخصص هذا الطفل غير مدرك للخطوره هون ترتب المسؤوليه علينا نحن في المرفق المرور آه لتوعية أطفالنا في المدارس الدور الأساسي والكبير آه كما تفضل الدكتور مصطفى أنه الأهل العائلة آه يجب عليهم أن يحافظوا على أبنائهم من خلال توجيههم إذ أن البذر الأساسي تبدأ لدى الأطفال من خلال آه أسرهم من خلال عائلاتهم آه طبعاً أيضاً آه استخدام الدراجات الهوائية للأطفال بشكل خاطئ وفي مكان خاطئ صحيح آه يعني دائما نحن من خلال عملنا بنشوف طفل يقود دراجه هوائيه ماشي بعكس السير على المعبد صحيح لا يضع خوذه حقيقه سبب كبير وخطا كبير تترتب المسؤوليه مثل ما حكينا على الاهل في الدرجه الاولى ايضا في مسؤوليه على المدرسه في مسؤوليه علينا نحن ايضا من خلال عملنا بمرفق المرور فدائما نتمنى يعني الأهل يشاركون هذه المسؤوليه وان يكونوا عولا لنا لتحقيق السلام صحيح هذا الدهنة. الموضوع بيدفعنا لسؤال سؤال جدا مهم للدكتور مصطفى يعني احيانا الاهل هن اللي بيكونوا بحاجه لتوعيه يعني بنشوف احيانا في اهالي بيبعثوا اولادهم على الشارع ممكن يكونوا بعمر مبكر انه بيوقفوا لهم على الشباك انه على عم بيراقبون انه اذا بده يقطعوا الشارع او لا بس هون يعني الطفل غير مدرك بيكون انه ايمت لازم يقطع او لازم ينتبه ممكن تكون مره سياره بسرعه ما ينتبه عليها وهون الاهل حتى ما فيهم بيعملوا شيء هون قديش مهم توعيه الاهل حتى يعني قديش مهم انه الاهل يكونوا على درايه كامله بانه يكون في عندهم هن وعي مروري لحتى هن يعطوا لاطفالهم. آه، تماما، ذكرت في بدايه الحديث ان مسؤوليه المؤسسات المجتمعيه توعيه الاسره اولا مهم. ثم تقوم هذه الاسره ب يعني توعيه الابناء لانها كما قلنا هي المدرسه الاولى. فعلى صعيد المدرسه يعني التماس المباشر مع الاهل يكون من خلال التواصل المباشر او من خلال مجالس اولياء الامور التي تعقد في بدايه كل فصل. ينبغي والذي يجري حقيقه الاستثمار هذه المجالس من اجل بث التوعيه وتبادل التوصيات والخبرات بين المدرسه والاهل من اجل رعايه ابناء الطلاب ومراقبه سيرهم من اجل ان يكون دور البيت هو دور يعني او احدهما البيت او المدرسه ان يكون دوره مرمم لدور الاخر يعني التوعيه المدرسيه بحاجه الى ترميم منزلي والتربيه المنزليه بحاجه الى ترميم مدرسي لكي تكون الصورة واضحة وأن يتمثل الأبناء الطلاب هذه المخاطر أو هذه النصائح التي تقيهم من هذه المخاطر، ونركز دائما على القدوة، يعني دور القدوة دائما التعليم بالقدوة، الأطفال يقلدون سواء كان هذا الفعل من الكبار مقصود أو غير مقصود، يعني بعض الكبار يتقصد يقوم بأفعال كي يقلدوا الآخرون، يعني البعض يقول عندما نأتي إلى على سبيل المثال إلى حاويه القمامه، يقول اتعمد ان اضع القمامه بكل هدوء، يقول اتصنع الحركه البطيئه الزائده لتكون درسا للاخرين، الذين يرهقون عمال النظافه بهذه العشوائيه من خلال هذا العمل. فبالاضافه الى ذلك كل موقف في حياتنا ان كان تعويد الطلاب على القراءه، ان كان تعويد الطلاب على سلوكات حياتيه معينه، للقدوه الدور الكبير القدوة. فيها أكيد. ايضا فهم القوانين ان يكون هذا القانون هو لمصلحتنا يعني نحاول ان نعلم الابناء على سبيل المثال موضوع حزام الامان فيكون بجانبنا يعني صديق او قريب فيبادر بالقول يقول في هذا المكان لا يوجد دوريات للشرطه قول له ما علاقه هذا بالحزام الحزام لنا كل القوانين في الأساس هي لسلامه الانسان لكن هناك قوانين ربما المواطن العادي البسيط قد لا يفهم يعني سبب هذه القوانين يظن ان الامر هو يعني قانون فحسب وانما هو ابعاد هذا الامر يعني عندما نمنع الحديث على اجهزه الهاتف اثناء القياده في مصلحه المواطن اكيد وبساطه غيره بيتعرض للخطر ويعرض غيره للخطر هو اكيد هون آه الاهم أيضاً هو له. يكون في وعي ذاتي بينطلق من الفرد نفسه يعني مو بس خوفا من شرطي المرور لازم طبعاً. الواحد يكون عنده وعي كامل عن المخاطر يلي يعني ممكن يتسبب يعني له في الايمان الايمان تمام. ان هذا القانون هو في مصلحتنا وبالتالي يكون التزاما طوعيا ليس خوفا من المخالفه او من الاجراءات القانونيه. اكيد. مشاهدينا كاميرا التربويه جالت بالشوارع واستطلعت اراء بعض الناس وشرطه المرور. خلونا نشوفه ونرجع. <applause> كل عام وانتم بخير، ان شاء الله بنعاد عليكم وعلى قائد الوطن بألف خير. هلا بدايه نحن كفرع المرور وخاصه قسم العمليات يعني مهمتنا الاولى وشغلنا الشاغل لأنه هو تسهيل حركه المرور للاخوه المواطنين تسهيل حركه المرور بيكون باشارات واضحه لكي نحمي الاخ المواطن موضوع حوادث السير الحمايه من حوادث السير بيكون باتباع الشخصات المروريه اتباع الاشارات اتباع اشاره شرطي المرور التقيد بالقواعد والأزمة والقوانين اللي موجوده ضمن قانون السير التقيد بحدود السرعه في عندنا شخصات سرعه على عدم يعني مرور السيارات بعكس اتجاه السير التزام المشاة بممرات المشاة يعني عمليا الوعي المروري لدى الاخ المواطن والوعي الوعي المروري لدى مستخدم الطريق سواء كان السيارات او الاخوه المواطنين المشاة هذا هو اللي بيقينا من حوادث السير اللي عم بتسبب هي اضرار ماديه وجسديه كبيره للاخوه المواطنين مهنه شاقه جدا بالصيف يتعرض للحراره المرتفعه وبالبرد البرد الشديد ما الوقوف المديد على اقدامه ساعات طويله تعتبر من المهن انا بعتبر مهنه شاقه جدا امرار بتحصل مخالفات غير مقصوده شارد سارد هرب من سياره امرار في نسبه كمان منيحه اللي بيخالفوا بالفعل بشكل مقصود بالظاهر بيلاقوا متعه فيها مع انه بالعكس يعني اهانه لنفسه اكثر ما اهانه للقانون السير عمو شو اهميه وجود شرطه المرور تنظيم السير اهم شيء ما حدا يتجاوز او يخالف المخالف يساوي مخالفه يعرقل السير يضايق المشاة العكس شيء محترم جدا وبنكن له كل احترام يعني انه كل عام وانتم بخير وان شاء الله بنعاد علينا وعليكم بالصحه والسلامه هو بينظم السير وبيساعد الناس اللي العمر كبير بالسن اذا ما في مجال يعبر الشارع بيوقف له السيارات وبيعب بخليه يعبر الشارع يعني هي اكبر شغلي بيساويها مع الناس المسنين كمان بنقول لهم كل عام انتم بخير وشكرا لكم وشكرا لجهودهم الجباره ضروري جدا بكل منطقه يكون في شرطه مرور لتسيير الامور ومنع وجود حوادث فانا بقول لهم كل عام وهم بخير وان شاء الله يا رب نشوفهم دائما يعني محميين وحامينا هالبلد. أهمية شرطة المرور أهمية كبيرة ومقدسة وعالية مو بس بتنظيم المرور بتحقيق الأمن والأمان على الساحة الموجود فيها أو في كل مكان موجود فيه. هو عامل أمان بالشارع وهو يعني هلا بتطلع عليه على طول هو تحت الشمس وبالشتاء تحت المطر. وبيبذل جهود كبيرة الله يعطيهم عافية وأحياناً يعني إذا أخر أي سيارة توقفت هيك بيقول له امشي ما بيعرف إنه هل وقفه يكون وقف آلاف السيارات وراه فكتير عندهم خبرة ويعني معظمهم أنا بشوفهم كثير أنا كتير يعني بقدر جهودهم كتير <applause> اكيد بمناسبه اليوم العالمي للمرور وبمناسبه اسبوع المرور العربي بنوجه تحيه لكل عناصر الشرطه بسوريا على الجهود الجباره يلي دائما بيقدموا لتوفير الامن والسلامه لجميع المواطنين وبهالمناسبه سياده العقيد مر معنا ببدايه التقرير لشرطي ابو احمد هو كنت تماما هو عم انه اقدم شرطي بسوريا من أقدم في على مستوى العالم من اقدم عناصر المرور من اي عام يعني بعتقد أه تجاوز 47 عاما تمام بنوجه له كثير تحيه لابو احمد أه كمان بالمقدمه ذكرنا انه مجموعه انه مجموعه من الاحصائيات والارقام العالميه الاحصائيات العالميه عن الاحصائيات العالميه عن حوادث المرور أه بدنا نتعرف منك بسوريا هل الواقع بسوريا يعتبر افضل اليوم او لا يعني نحن بشكل عام نحن جزء من المنظوم العالميه للمرور اذا اردنا ان نكون منطقيين آه للاسف الشديد آه تحتل الوفيات الناجمه عن حوادث السير في سوريا يعني مركزا متقدما في اسباب الوفيات آه لدينا آه بعض الامراض الق... بعد امراض القلب امراض التنفس وامراض يكون الوفيات الناتجة عن حوادث السير هي من الأسباب الأولى في سوريا طبعا حاليا في سوريا نخسر ما يزيد عن الألف شخص سنويا وفيات بسبب حوادث السير لدينا إصابات ما بين 6000 إلى آلاف, ألاف شخص يصابون بإصابات متفاوتة قد تصل إلى العجز الدائم كله ناتج عن حوادث السير عدا الأضرار الاقتصادية الأضرار المادية الكبيرة التي تنتج عن حوادث السير فعمليا دائما أرقام مؤسفة بصراحة أرقام كبيرة وأرقام مؤسفة طبعا كل ما, ما نقوم به وكل ما نعمل عليه في مجال التوعية المرورية وفي مجال العمل المروري يهدف للحد من هذه الأرقام تماما هون يمكن يمكن اكثر شيء اكثر مسبب بهي الارقام هو السرعه الزائده هون شو؟ الحوادث تماما هو ممكن المسبب الاول شو الاجراءات اللي بتتخذوها دا بتتخذوها دائما لضبط السرعه الزائده عند جميع السائقين طبعا السرعه الزائده كما نسميها بمفرق المرور هي ام الحوادث وهي السبب الاساسي والاول والرئيسي للحوادث المرورية التي تتسبب باضرار كارثية كبيرة، سواء اضرار مادية او اضرارا جسدية قد تؤدي إلى الوفاة في بعض الحوادث. طبعا نحن في فرع المرور نقوم بضبط الشوارع من خلال وضع شاخصات تحذيرية نحدد فيها ما هي السرعة المسموح بها على هذا الطريق او على هذا الاستراد. ليلتزم لي فيها الأخوة السائقين أيضا نقوم بضبط هذه الشوارع برادارات لتصوير المخالفين طبعا في عنا عدد كبير من الرادارات منها الرادارات الثابتة ومنها الرادارات المحمولة هل يعني في, في التزام اليوم بقواعد السرعة بسبب نس... الإجراءات التي نسبيا صحيح طبعا نحن زدنا عدد الرادارات بالفترة الأخيرة خاصه في بعض المحاور الرئيسيه التي تكثر عليها المحاو... الحوادث في المدينه مثل في الاستراد المزي لاحظنا بالفتره الاخيره كان في حوادث كان في حوادث متكرره كبيره بقى. وكان فيها اضرار جسديه كبيره وكان فيها طبعا وفيات خلفت وفيات عدد كبير من الوفيات طبعا قمنا بتعزيز الرادارات اضطررنا لوضع اكثر من رادار على هذا الاستراد حقيقه يعني وصلنا لهالمرحله وليلا نهارا يعني الرادارات المحموله نحن لا لا نقوم بتوزيع قمنا بتوزيع رادارات محموله ليلا على هذا المحور وعلى بعض المحاور الاخرى في عنا ايضا محور استراد العدوي واستراد الفيحاء ايضا والمحلق الجنوبي طبعا كانت النتائج كثير ايجابيه حتى احيانا بيكون في عناصر شرطه عم بيصوروا بهي المناطق هذا الرادار المحمول هو مقصود تمام فيه هو الرادار في المحمول. في الرادار الثابت اللي تقوم يعني في رادارات ثابته موجوده بشكل دائم باماكن محدده هذا الرادار الثابت يقوم بالتصوير بشكل محدد بمكان محدد الرادار المحمول اللي متنقل هو بعنصر بشري من خلال عنصر عنصرنا من خلال العنصر البشري نقول نقوم بتغيير مكانه وتغيير الزمان الذي نوزع هذه الرادارات باماكن مختلفه حتى يبقى المواطن متحفزا انه ممكن انه ممكن بأي, بأي, لحظة باي لحظه بأي لحظة يمكن ان يقوم بضبط السرعه او يقوم بتصوير المركبة التي تقوم بتجاوز السرعة المحددة على هذا الأسترال أيضا نحن نقوم من خلال عملنا اليومي بتوعيه السائقين للتخفيف من سرعتهم من خلال توجيههم، من خلال ندوات يوميه وأحده احداها، من خلال توزيع بروشورات قمنا يمكن اذا بالزا... تابعتوا نشاطنا الاخير قمنا بتوزيع بروشورات على الاخوه السائقين بشكل مباشر والتحدث معهم لتنبيههم لخطوره السرعه الزائده لتنبيههم لمخاطر استخدام اكيد هون هون بشكل اكيد بنرجع بنرجع لموضوع الوعي الذاتي اللي لازم ينطلق من الفرد بذات نفسه هم بدنا نتعرف دكتور مصطفى عن اكثر الشرائح تضررا بالحوادث المروريه وليش دائما نسمع أن الشباب والاطفال هن اكثر عرضه للحوادث المروريه في الحقيقه ان احدهما سبب الاخر يعني اما ان يكون عدم وعي الاطفال يعني فجاه الطفل يرقب نفسه في الطريق امام السياره او الدراجه دون ان ينتبه او ربما بعض الشباب يكون يقود السياره او الدراجه بطريقه غير منضبطه يتسبب بالحوادث، لذلك نجد ان الامر يعني فيه خساره لكلا الفئتين مع الاسف الشديد. هنا ياتي دور نؤكد دائما على الدور المجتمعي عموما وانا اكرر اننا بحاجه الى برامج توعويه متنوعه في كل مناحي الحياه ترينا انفسنا. يعني هذا الناشئ كما قلت يمكن أن نريه نفسه أو شبيهه ما الذي حل به ما الذي حل بأسرته هو ربما لا يحسب حساب لذلك عندما نضع له هذا الأمر في قالب فني مؤثر من شأنه أن يستشعر الخطر وأن يتخيل أنه ماذا لو كان مكان هذا الشخص فهنا يتراجع لأننا أريناه استشرفنا مستقبله بطريقة أو بأخرى إن كان لا يزال مصر على هذا السلوك المروري الخاطئ صحيح دائما عبر وسائل الاعلام نحاول دائما نبث الرسائل للاطفال وحتى ايضا للشباب وللكبار بدنا منك سياده العقيد نصيحه موجهه للاهل وللاطفال وللشباب وللجميع لسلامه مروريه طبعا الالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام الالتزام بقواعد قانون السير الالتزام بقواعد السلامة المرورية هي ما يوصلنا إلى سلامه طبعا حقيقية في شوارعنا إلى أمن هذه الشوارع طبعا نحن دائما نتمنى على الأهل مثل ما تفضل الدكتور مصطفى ما يسمى التعليم بالقدوة فالطفل يتعرض للحادث المروري بشكل أكثر من غيره بسبب قلة وعيه المروري بسبب أنه شاهد استهتار من الأهل في من خلال خروج الطفل مع عائلته من خلال أستاذه من خلال أصدقائه من خلال أخوه الكبير طبعا الاستهتار الذي نشاهده من الكبار قد ينقل صورة خاطئة للزغار. أو قد صحيح. خاطئة للصغار فدائما بيكون الخطر على هذه الفئة العمرية كبير جدا لأنهم أقل إدراكا لمخاطر والأخطار والنتائج الكارثية التي تنجم عن مخالفتهم لقانون السير فدائما نحن توجهنا للأهل للعائلة للمدرسة لرفع وعيهم المروري لهؤلاء التلاميذ لهؤلاء الأطفال حتى نستطيع الحفاظ عليهم بالدرجه الاولى، حتى نستطيع ان نكون امناء عليهم كما يجب ان نكون. اكيد هون كمان لازم يكون في توعيه اكثر بالدرجه الاولى للشباب يلي دائما بتحسهم بهذا العمر يعني ما بدنا نقول مستهترين بدنا نقول انه ما كثير بيحسبوا نتائج الشغلات اللي بيعملوها، كمان بدنا منك دكتور مصطفى نصيحه لجميع الشباب لحتى دائما يحافظوا على حالهم ويحققوا السلامه المرورية. في الحقيقة يعني لدي في آخر هذا الحديث نصيحة وأمنية النصيحة هي أن الوعي المروري ضرورة وليس ترف ليس حال الترف هذه الندوة ليس ترف هذا اللقاء المنشورات المطويات التي تصدرها وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الداخلية البرامج الإذاعية والتلفازية والنشرات الصحفية كل هذا هو ضرورة وليس ترف لأن السلامة المرورية والسلامة الشخصية وحياة الجميع هي مسؤوليه الجميع. اتمنى الشرطي الذي ظهر في التقرير قلت انه ابو احمد ان يتم تكريم هذا الرجل على مستوى جماهيري وشعبي لان في ذلك ايضا رساله الى الابناء والى الناشئه ان هذا الرجل قام بدور وطني ودور اجتماعي ادى الى حفظ واسهم في حمايه الاخرين على مدار سنوات طويله من حياته فهو يستحق التقدير هو كل العاملين في هذا المجال وفي كل المجالات المجتمعيه التي تقدم خدمه لابناء المجتمع على العموم أكيد دائماً نتمنى سلامة مرورية للجميع نتشكر كثير حضرتك سيادة العقيد أنس الحسن رئيس قسم العمليات في فرع مرور دمشق إن شاء الله دائماً هيك تكون جهودكم الجبارة دائماً تكون تحصد نتائج إيجابية كل الشكر كثير لحضرتك شكراً لكم وأيضاً الشكر لك دكتور مصطفى الحسون الموجه الأول لمادة اللغة العربية بوزارة التربية أهلا وسهلا فيكم كل عام وأنتم بألف خير شكراً وأنتم بخير شكراً مشاهدينا بهذا العام يحدون الأمل في أن نخفف من الحوادث المرورية ونتائجها من خلال تطبيق استراتيجية وطنية فعالة إجراء إجراءات بسيطة وخطوات قليلة مع قليل من الانتباه والحذر يجنبون الوقوع في المآسي وأخيرا كما يقولون أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل أبدا وليكن شعارنا الأمل بالوعي والالتزام كل عام وأنتم بخير مع أمنياتنا بالسلامة والأمان للجميع